والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. احنا ممكن نعمل كده طول الليل. ووو! اهلا بكم في برنامج البرنامج. يا اهلا بيك. معانا الاستاذ الفنان العظيم هاني شاكر يا جماعه. اخبارك ايه؟ والله العظيم منورنا بجد. انا عايز اقول لك حاجه، يعني احنا بنحبك قوي. حضرتك عارف بعد لما بنخلص البرنامج هنا في برنامج تاني بيتصور ورانا اسمه صوت الحياه. انا عايز اسالك على سؤال على البرنامج ده. عارف لما بتوقعوا الناس في الحفره ما فكرتش توقف حلمي بكر هناك؟ مش اخلاقك، لا مش اخلاقك، لا لا، سميرة سعيد احتمال تعمل كده بقى. يا اهلا بيك، اهلا بكم في برنامج البرنامج. احنا النهارده عندنا ليكم اخبار جديده لنج، حاجه اول مره تسمعوها. كان في قضيه مرفوعه ضدنا تاني عشان يوقفوا البرنامج تاني، لكن في النهايه المحكمه رفضت دعوه وقف البرنامج، فاحنا مكملين معاكم شويه. ما تفرحوش قوي، ما تفرحوش، القضايا جايه كتير، ما تقلقوش. يعني ممكن المره الجايه يعني يلموكم معانا على البوكس على السجن. سجن الجدعان. You wanna go to prison? You wanna go to prison? Oh yeah. So cool. المهم، فانا عايز اشكر كل الناس اللي ساندونا ووقفوا معانا ودافعوا عننا، الناس اللي بتتفرج علينا في التلفزيون والانترنت وعلى القهاوي. بس كل ده الحقيقه مش مهم، لان اليسا طلع بتتفرج عليا. يعني انا صحيح بحبكم وبعتز بيكم، بس دي اليسا. وانا عايز اقول لكم بقى ان اليسا على حسابها على تويتر قالت: And suddenly باسم يوسف is my new obsession. Very talented. دي 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 دي. أربعة دي. وترجمة الكلام ده اللي ما يعرفش انجليزي ان انا واد موزة النين. الجملة كلها يعني واد موز، والأربعة دي يعني تنين عادي. المهم إن أنا عارف إن إحنا برنامج ساخر والمفروض إن هو يعني يخفف عننا وكده، لكن النهاردة هنتكلم في مواضيع جد، يعني هتقلب علينا مواجع، يعني ممكن ما تضحكش. فالنهاردة أنا بعتذر ليكم وخاصة لإليسا. إحنا آسفين يا ست الكل، معلش. إحنا هنتكلم جد شوية، النهاردة هنتكلم عن الأزمة الاقتصادية. مش قلت لكم هقلب عليكم المواجع، معلش. الموضوع الحقيقة مش مجرد غلطة الحكومة، الإعلام برضه يتحمل جزء. مش عيب اننا ننقد نفسنا ونصلح من اخطائنا كاعلاميين، احنا المفروض نتقبل النقد بصدر رحب، لكن للاسف الفتره الاخيره الاعلام كان بيملى الناس بالاحباط، بيخوف الناس، بيضيع ثقتهم في اقتصاد البلد. مصر راحه فين؟ احنا مقبلون على ازمه اقتصاديه كبيره. مصر على شفا انهيار اقتصادي. مصر 90 مليون عندها اقتصاد كارثي، سنتجه للافلاس. ده مش افلاس، ده خراب بيوت. مين جاب الفيديو الاخراني؟ عندكم جوه الفيديو
زي ما قلنا احنا لازم نتقبل النقد بصدر رحب، بس موضوع الاقتصاد ده هو صعب، يعني حاجه كده زي دي مليانه ارقام نظريات صعب نشرحها، ولانه مستقبلنا ومستقبل اولادنا قررنا نشرحه ليكم ولاولادكم بطريقه مبسطه. الازمه الاقتصاديه في مصر يمكن ان يكون سببها توقف عجله الانتاج، التخبط في القرارات السياديه، ارتفاع تضخم، انفلات في الإنفاق الحكومي، الخوف من تعويم الجنيه، وأخيراً هو في حد فاهم حاجة؟ وده ملخص الأزمة الاقتصادية، ناس بتتكلم على حاجات مش فاهمها، ناس بتهلس، وفي الآخر كلنا بنتنفخ. الحقيقة دي الطريقة الوحيدة اللي عرفنا نجيبها عشان نفهم الناس الاقتصاد، أو ممكن عشان تفهم المشكلة إن أنت تحاول تفهمها بتشبيهات مبسطه من الاعلام، زي مثلا ان الاقتصاد ده هو تبقى عامل زي واحد عنده زي دايما كده، ممكن واحد يكون عنده صداع. مفاصل الاقتصاد تئن من الكساح، كانت تعاني من الفساد والترهل، هشاشه وضعف وانتكاسه. ثانيه واحده، استوعبي انا الدكتور اساسا عارف الكلام ده من زمان. ثانيه واحده، صداع، هشاشه عظام، كساح، ترهل، انا محتار. اكيد في اعراض تانية ممكن تساعدنا. الاقتصاد المصري ينزف نزيف شديد، بينزف بقاله سنتين، ينزف نزفا. دي كده الدورة. يا جماعة دورة تراست مال، دورة محاسبية، دورة مالية، في ايه؟ مش البيراميد يعني، ما يعني بأخوكم ما روحش بعيد. انا بقول الاقتصاد بقاله فترة يعني مقريف مش في المود. طب اقتصاد لسه وصلتكم دلوقتي اقتصاد دورته مش مظبوطة، بينزف. تفتكروا مين ممكن يوقف النزيف؟ يمتص الغضب الشعبي. الإخوة المسلمين جماعة كبيرة، هذه الجماعة الكبيرة طبيعي جدا فيها أجنحة. أجنحة؟ بتقول ليها أجنحة؟ مع الإخوان دايماً حاسين بالأمان. يومي أكثر حيوية مع الجماعة عشان الأمان والثقة اللي بنحسه مع الإخوان. أنا سعيد إن هو بقالهم كيان واضح، مقر ضخم كبير ياخد باله مننا، على أعلى قمة في القاهرة فوق جبل المقطم. من فوق جبل المقطم هيدفعوا مصر للأمام. مصر على حافة جبل المقطب، ونكاد ننزل في الهواء، وبيننا وبين الهواء 3-4 سنتي. الإخوان هيزقوا مصر؟ يا جماعة بنقول لكم ادفعوا مصر، مش ارموها من فوق المقطم. بس عشان كده بالرغم من كل التشاؤم اللي مسيطر علينا، هما من فوق شايفين حاجة تانية. حتى الإعلام بتاعهم بيحلل الوضع الاقتصادي بشكل جاد، بشكل موضوعي، بشكل محترف. الصادرات المصرية تسجل أول زيادة من 6 أشهر، صدرنا للعالم ب 11 مليار جنيه. المصريين أهم، هنغني، هنقول، هنصلي على الرسول. ألف صلاة عليك يا نبي. مش ده بتاع خميس صاحبه في الإعدادية؟ جرايا خميس. لسه بنقول أسلوب محترف، موضوعي، هنغني ونقول إيه بس؟ ده المفروض تحليل اقتصادي صح؟ طب أظبط الأداء كده؟ اعلى بالتحليل الاحترافي. لكل الوافدين، لكل العاشقين، لكل المحبين، زفة والعروسة مصر. طب بعيدا عن جو الفراشة ده، كمل حضرتك، قول لنا ايه تاني انجازات الاقتصاد؟ اسعدنا، افرحنا، املانا بالتفاؤل. لأول مرة لدينا تريليون،
و56 مليار جنيه ودائع بالبنوك، 462 مليار في البورصه، و2 تريليون سيوله محليه، و3.5 تريليون مع العاملين بالخارج. الثروه العقاريه المصريه 9 تريليون دولار. تزداد حركه السياحه الى 20%. وايضا في مجال الرياضه، لاول مره في تاريخ مصر والقاره السمراء اكتساح في الشطرنج. يعني العقليه المصريه ناضجه. يا خميس انا قلت لك اسعدنا وفرحنا، مش تصيع علينا يعني. مش قوي كده، مش قوي، مش لدرجه شطرنج. عارف ابو الاخماس ايه عيب العقليه المصريه الناضجه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ انها هتسالك اذا كان ولا مؤاخذه عندنا المليارات من هنا والتريليونات من هناك وكام ديشليار في البنوك، كل ده والبلد واقف على قصد ب 4 مليار. بفضل ان الارقام دي دليل على الانتعاش الاقتصادي والثوره العقاريه فجاه اكتشفناها وطفحت بس ايام الاخوان. ليه الشعب مش حاسس بالكلام ده؟ الا اذا كنا مش حاسين بكده لاننا مش عايشين معاهم في نفس البلد. السيدات والسادة، اليوم 29/12 إعلان تدشين الجمهورية المصرية الثانية. من التحول والانتقال، تدشين مؤسسات الجمهورية الثانية من الجمهورية الأولى. نحن فعلا بنعمل الجمهورية الثانية إلى الجمهورية الثانية. كلام كبير جدا. في الجمهورية الثانية هذه، الجمهورية المصرية الثانية دي حاجة مختلفة جدا. الجمهورية الثانية دي مش جمهورية ثانية، دي جمهورية ثانية خالص. عارفين لما كنا بنخاف ان الجيش يكون دولة داخل الدولة، الإخوان جمهورية برضه جمهورية في حتة ثانية بعيد. هم عايشين في عالم فيه المليارات تتدفق من كل حتة، المؤامرات هي السبب في كل البلاوي اللي بتحصل لنا، وكل اللي بيقابل مرسي بيدلدع علينا فلوس. وعندكم بقى اختلافات من دي كتير. عندك مثلا مشروع النهضة، عندهم حاسين بيه في حياتهم مش في حتة تانية، يعني فلوس مش لبوس. عمرو حمزاوي إخواني وبرضه سو كيوت. وأخيرا في الجمهورية التانية الزمالك على طول بياخد الدوري. إيه ده برضه؟ يا لا حول ولا قوة إلا بالله. في الجمهورية التانية البورصة اللي مخليانا على أعصابنا ليها شكل تاني خالص، ليها معنى تاني خالص. البورصة التي تقفز في نمو، وطبيعة البورصة أن تتأثر بالأحوال السياسية، لذلك فالاستقرار يعني مزيد من النمو. أستاذ خميس خليني أقول لك، البورصة المستقرة اللي بتتأثر بمزيد من النمو عندك بتتأثر إزاي؟ بكلام وخطابات الرئيس بس هنا مش في الجمهورية التانية. وبعد نعم للدستور البورصة تخسر 5 مليار جنيه تقريبا. البورصة في أولى جلساتها وبعد الخطاب خسرت 8 مليار جنيه. البورصة حمراء بخسائر 8.3 مليار جنيه. تلقت الأسهم المصرية ضربة موجعة خسرت فيها نحو 37 مليار جنيه في أسبوع. البورصة حمراء. وده حال البورصة عندنا هنا. أنا بس عايز أقول لسيادتك إن البورصة اللي بتفرق مع الناس هي بورصة الأكل والشرب، مش البيع والشراء والمكاسب اليومية. يعني مثلا أسعار حاجات زي البامية، الملوخية، الفاصوليا، الكوسة، بالرغم من وجودها بوفر الأيام ديت لكن غالية. وأخيرا وليس أخيرا الخيار. هي دي الحاجات اللي بتفرق مع الناس مش البورصة. بس أنا مش عايزكم تستغربوا من انفصالهم عن الواقع، لأن إذا كان رئيس جمهورية تانية أخوه بيصاح للجرايد إن هو لما الرئيس بيكلمه بيسأله عن أحوال قريته يطمنه ويقول له إن هما بياكلوا وز وبط كل يوم. أنتوا متخيلين المكالمة دي كانت عاملة إزاي؟ ألو قول لي طمني البلد عندك عاملة إزاي؟ إحنا أخويا بناكل وز وبط كل يوم الحمد لله، دلوقتي طمنت على مصر. وأحب أزود على الكلام دهوت إن إحنا بنبلع ببيبسي وبنحبس بكب كيكس. بس برضه رئيس الجمهورية التانية حاجة تانية، عنده مكان خاص في قلبه للشعب. مش بس همه إن هو يحسن عيشتهم، لا همه إنه يعمل كده بالحلال. الناس بتكلموا عن القروض وأنها ربا ولا لأ، أنا لا أقبل أبدا أن يأكل المصريون من الربا. قطعوا الحرام وسنينه يا ريس. ايوه بقى الرئيس موسي مش هياكلنا من حرام، مش هياكلنا وياكل اهالينا من ربا. السؤال هنا من وجهه نظر الدكتور محمد مرسي، ايه هو الحرام؟
اموال التامين والمعاشات على الوزير بتدفع الحكومه للصندوق وتاخد من بنك الاستثمار بفائده 14%. معالي الوزير هذا هو الربا بعينه. سكران وبناء عليه. هذا هو الربا بعينه. ايوه ايوه ده كان قبل الثوره ايام ما كان في تامينات ومعاشات. دلوقتي احنا بس عايشين على فلوس قطر. بس ساعتها الحرام كان له وقته كان ليه ناسه. دلوقتي في الجمهوريه الثانيه اتطورت الدنيا اتطورت. لذلك يا استاذه احنا بيسعدنا ان احنا نقدم لكم الحرام ميتر. الحرام ميتر ينخفض ويرتفع على حسب مزاج حكام الجمهوريه الثانيه. مثلا قبل الثوره فوائد البنوك حرام، قرض البنك الدولي ربا، ده قبل الثوره. اما بعد الثوره فالفوائد على سندات الخزانه اللي بتدفع مرتبات الموظفين مش حرام، فوائد الدين الداخلي الدين الخارجي والنظام البي او تي مش ربا، الفوائد اللي جايه من الوديعه السعوديه والقطريه في البنوك حلال، وفايده القرض الدولي مصاريف اداريه. حتى الحرام ميتر ما استحملش. لكن اخيرا جه الحل الاسلامي لكل مشاكلنا الاقتصاديه اللي هيتوب علينا من الحرام اللي كنا بنطفحه، ده وقت الحلال بس. فالمواطن بيقبل على هذه الصكوك لكونها اسلاميه، هو بيقول لك انا عايز اكل حلال واكل ولادي حلال. ايوه بقى ناكل اكل نظيف، ناكل عيالنا كب كيكس بالحلال. الكازوزه الحرام مش هتخش بيوتنا تاني. الصكوك الاسلاميه ما دام اسمها اسلاميه عليها كلمة إسلامية يبقى هتمشي. كون إن الاسم ما فرقش إنها زيها زي الصكوك اللي قبليها اللي مش إسلامية، ده مش مهم. المهم إن عليها كلمة إسلامية، زي مثلا اللحاف الإسلامي، الرينج تون الإسلامي، الويندز الإسلامي، ده كله كلام حقيقي على فكرة، حتى المانيكير الإسلامي. عايز تبيع حاجة للناس حط عليها إسلامي، يلا على البركة. بتنفرد صحيفة التحرير بنص قانون الصكوك الإسلامية الذي رفضه الأزهر. مجمع البحوث بيقول المشروع يعرض ممتلكات مصر للبيع ويخالف الشريعة. قولوا للي أجل الحرام يخاف بكرة اللي كانوا يكسدوا يا بلدان بالحرام لو ساف. الصكوك مش حلال؟ الصكوك مش حلال؟ الأزهر رفضها ليه؟ مش إسلامية ما في كفاية؟ مش إسلامية إناف؟ مالوش في الكب كيكس؟ الكب كيك طلع الكحوليك؟ طب المانيكير الإسلامي لسه موجود ولا طلع الكحوليك هو كمان؟ إزاي؟ إزاي حد يجرؤ يرفض حاجة عليها كلمة إسلامي؟ إحنا في الاجتماع المشترك اللي كان مع وزارة المالية واللي اتفقنا فيه على مشروع مطول معها أصرينا، إحنا اللي أصرينا وإحنا وحزب النور أصرينا ألا نطلق على هذا المشروع بقانون الصكوك الإسلامية، ولكننا ذكرنا فقط انه نكتفي لا داعي لتسميتها بالاسلاميه، والحكومه هنا في اصرت على اطلاق الاسم بتاع الاسلاميه. ثانيه واحده، يعني انتم يا حريه وعداله وحزب نور عارفين انها مش اسلاميه، والحكومه هي اللي اصرت انها تسميها اسلاميه، وانتم سكتوا عشان الناس تقتنع انها اسلاميه؟ انتوا الحرام ميتر عندكم بيوقف لغايه فين؟ طب ما دام الامور كده أنا ما عدتش قلقان إن يحكمنا ناس باسم الدين، لأن الجماعة اللي ابتدت بالإسلام هو الحل، وبعدين نحمل الخير لمصر، وبعدين النهضة إرادة شعب، وبعدين قوتنا في وحدتنا، مش بعيد يرجع شعارهم تاني الإسلام هو الحل، بس على حسب. وفي النهاية من خصائص الجمهورية التانية إن عندهم الإعلام بيقدم حلول اقتصادية من الآخر، مش هتلاقيها في أي حتة تانية. هنبيع الدولار، هبيعوا البنك حكومي فقط علشان الدولار يطاطي أمام عظمة شعب مصر، أمام جبروت المواطن المصري الذي يعشق هذه البلد. يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب. يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب. ني 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 ني، عاجبك كده يا استاذ هاني؟ والله العظيم ما صحش. وانا بحب اضم صوتي الاستاذ خميس لتعيين استاذ محمد الحلو وزير الماليه. بس مع احترامي يا استاذ خميس. ايه؟ ما اسموش خميس؟ مين اللي قال اسمه خميس؟ نفس الواد؟ كلموه جيبوه تاني ورفدوا. يلا بص بص يا باشا، ما حدش هيسمع كلامك، الناس مش مستغنيه عن فلوسها.
$35,000 حولهم الدفراوي لجنيه مصري وخسر ماديا، لكنك يا دفراوي ما خسرتش. لا يا دفراوي ما تسمعش كلامه، حوديك في ده يا دفراوي، ما تاخدش نصائح منه يا دفراوي. مين دفراوي اساسا؟ طب دفراوي وانت لبسته في الحيطه، ايه النصايح اللي انت عايز تقدمها لشعب مصر؟ رخصوا الدولار يا شعب مصر، ارخصوه، ارخصوا الدولار، اشتغل باليورو، اشتغل بالريال السعودي، اشتغل بالاسترليني، حول فلوسك بره بالاسترليني، خلي الدولار يرطرط، ما يلاقيش اللي يوطي يشيله من على الارض. انت عايز تحل الازمه ان الناس تتعامل بالريال واليورو بدل الدولار؟ انتوا مين بيعلمكم اقتصاد في الجمهوريه الثانيه؟ اقتصاد فلوسك يا دفراوي. هو صحيح الدولار هيخضع، بس كده الجنيه هيشخ. بمناسبه الجنيه، اخباره دلوقتي ايه؟ وحشني، هل في حد ممكن يطمني عليه؟ بعد خطاب الرئيس محمد مرسي بيوم واحد، الجنيه يتراجع والأسعار تقفز، الدولار يقفز، الجنيه ينبطح. عارفين الانبطاح ده؟ الجنيه بقى بلبوس في الشارع. كمية مشاهد اغتصاب من أفلام الثمانينات عدت قدام عيني دلوقتي، مش قادر، مش قادر. إحساس مرعب، إحساس فظيع. اكتشفنا إننا مش هنقدر إن إحنا نوصل للحقيقة الكاملة إلا لو اتكلمنا مع الضحية نفسها، ومعنا من قلب الحدث، من بطن العذاب، من وسط الألم. باسم، لو سمحت ما تأفورش. نعم، مين؟ ما تأفورش. مين دي أول يوم ليها كده وبتعمل كده؟ يلا معلش. معنا من وسط الأحداث مراسلتنا من هناك داليا الجندي. داليا. نعم باسم، من خارج مستشفى الجلاء للولادة. ثانية واحدة جلاء إيه؟ أنت وراك البنك المركزي يعني. لا، مستشفى الجلاء للولادة. ليك شوق في حاجة؟ أنا آسف، اتفضلي. شكرا. في ظل هذه الأيام المنيلة بستين نيلة، غبت علينا أيام أنيل، وبقى في أزمة اسمها أزمة اقتصادية. معنا أحد ضحايا الأزمة الاقتصادية الحالية، ياريت تعرفنا بنفسك. كانوا بيقولوا لي يا لحلوح، يا ملطوش، يا جندي، بس ده كان زمان ايام كنت قد كده. معلش، ممكن تنشف شويه كده وتقول لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ بصي، هو الموضوع بدا بتحويلات، لعب في المدفوعات، ضخ عمله، معاملات من فوق الهدوم يعني. وبعدين بصي، فجأة لقيت عمليات سحب وبيع، أوضاع غريبة، طالع ونازل، سبحان الله. ممكن تقول لنا حصل إيه بعد كده؟ قفزوا. هما مين اللي قفزوا بالظبط؟ العملات. اقفز. طب ممكن تقول لي هل في عملات تانية كمان اشتركت في حالة القفز دي؟ دي كانت سلة عملات بحالها، روبي هندي، ين ياباني قصير، وكمان ريال سعودي. ريال سعودي؟ حتى الريال السعودي؟ اسحب. فجأة لقيت ده على كتفي، مش عاوز يعترف بيا، مش حد. سوري. الله 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 الله. ايه يا جميل، مالك بتعيط ليه؟ احنا لسه عملنا حاجة حبيب بابا. لو سمحت معلش، هو مين حضرتك؟ أنا الحراق، بس بينادوني ويقولوا لي يا أخضر. ما تيجي ورا بقى هنا نتفاهم. معلش معلش، يعني حضرتك اللي عملت فيه كل ده؟ أيوه. يا أخي مش حرام عليك؟ مش كفاية بقى؟ لو احنا لسه عملنا حاجة،
ده انا مش هسيبه الا لما اعومه. لا لو سمحت لو سمحت، الحكومة قالت مفيش تعويم، يعني مفيش تعويم. قال بالراحة علينا يا قبل، انت هتنشفي علينا ولا ايه؟ الحكومة تقول اللي هي عايزاه. خلينا كده هون، خد من قلبي ودخ. بقول لك ايه بقى؟ انا اجيب لك الاسترلين يا مش مليار، ده انا فكك بسمع. داليا الجندي من البرنامج. شكرا داليا الجندي، خالد منصور واحمد الجاحي. للأسف كل يوم بنشوف بلاوي زي دي، معلش ربنا يعافينا. طيب في وسط المأساة دي مفيش بصيص أمل؟ مفيش حل يخرجنا من الأزمة اللي احنا فيها ديت؟ مصر دي دولة عظيمة كبيرة، شعبها هيسف التراب لكن سيبني الوطن. فعلا الشعب هيسف التراب ومتوقع ان هو يبني الوطن؟ ليه؟ هيسف تراب من هنا وينزل اسمنت في البي بي بتاعه؟ والله احتمال، يمكن هو ده الحل، اننا نسف تراب طول ما احنا بنبني الوطن. السؤال هنا، سؤال، احنا بنبني الوطن لينا ولا للناس اللي في الجمهوريه التانيه؟ نراكم بعد الفاصل.